مكنه تقيله ليها هيبتها، هتبقى مبرجلاك في اول مره تركبها فيها، بس هي حاجه ليها احترامها يعني. اوعى كده يا يحيى. خلاص عبودي ايه؟ عم سامح نورت القاهره كلها بقى حبيبي. حسن عبد الله طارق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير. تحياتي لحضراتكم من شبرا، من بلد الرجالة، مع اخويا وصاحبي الحاج عبد الله طارق. الدنيا الناس ده منور على دماغي، منورين القاهرة كلها والله. حبيبي يا عبد الله، بصوا يا جماعة، لأول مرة كده في منوعات رحالة هنعمل منورة بالريس لأول مرة. المكن فائق السرعة معانا النهاردة، مكنة ياماها، هنتعرف عليها كده بالراحة، تابعونا. معانا البطل ياماها فائق السرعة. طبعا الصناعة دي يابانية يا جماعة، المكنة دي 4 سلندر. لما نيجي نتعرف على اجزاء المكنه يا جماعه، هي زيها زي غيرها يعني، ما تتخضوش من الحجم. طبعا المكنه ضخمه، المكنه دي 4 سلندر صناعه 2008، موديل 2008، المكنه 900 سي سي. اعداد السرعه بتاعها زي ما انتم شايفين كده بيوصل ل 240. طبعا المكنه كهرباء زي ما انتم شايفين، العداد دوت للبنزين، لتانك البنزين، ودوت سرعة الموتور الار بي ام، ودوت الكيلومترات السرعة. زيها زي غيرها، ده الدبرياج بتاعها، ودي فرامل قدام. عندي الجنب الشمال من المكنة بياخد الغيارات بتاعها، دي زيها زي التوين، اول غيار قدام لتحت، زيها زي التوين اول غيار لتحت، وبقية الغيارات ايه اللي فوق. امسك دبرياج كده يا بودي. ده كده اول غيار، الثاني، ده الثالث، اربع غيار يا بودي. المكنه 4 غيار بس يا جماعه، لو عايز ننزل بالغيارات بتاعتي عشان نمور. انا كده وصلت للرابع، ده كده الثالث، ده كده الثاني، اللي جايه دي التمويل بتاعها. الفرامل بتاعها بيبقى زيها زي اي موتور برضو، على الايه؟ على الجنب اليمين. طبعا المكنه بتدور مارش. امن كده المكنه يا بودي. امنها، امنها من الغيارات، شوفها واخده غيار ولا لا عشان ندوره. واخده غيارات كده؟ طب بطل تاني. طيب هنبدا بقى ان شاء الله ايه ندور احنا المكنه. طبعا هي كده على الاوف، المفتاح بتاعها كده، انا فتحت الكهرباء، المارش بتاعها هو عادي، الباقي دي اشارات. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سامعين صوت المكنه. المكنة دي يا جماعة عاملة 40,000 جنيه. 40,000 جنيه يا بودي؟ ايه؟ مكنة شرطة جواب. مكنة شرطة جواب، مكنة جواب شرطة. طيب هات كده نجرب يا بودي. امسك انت كده. تقيلة ليه؟ اه، مكنة تقيلة يا جماعة. مسافة الأمن. قرب عليها كده يا بودي.
زي ما قلنا قبل كده يا جماعه، اي سيفتي اي موتور هنركبه هو الدبرياج. طول ما انت متحكم في الدبرياج المكنه هتقدر تتحكم فيه. هنمسك طبعا اول حاجه دبرياج، صور ايدي كده بودي، نمسك الدبرياج بعد كده ايه هبريك كده كده المكنه خدت الايه الاولاني. المكنة تقيلة ليها هيبتها، هتبقى مبرجلاك في أول مرة تركبها فيها، بس هي حاجة ليها احترامها يعني. اوعى كده يا يحيى، طبعا هنجرب منورة مع أخونا عبد الله، وبعد كده انا ايه ان شاء الله هنجرب انا المكنه بعد منك. اوعى يا يحيى، اوعى يا بودي. عطيت غيار ولا لسه؟ ايوه عطيت الغيار. يلا بينا. كده فل كده فل. طبعا اول مره غير تاني مره، سهل ان انت تتعود عليها، بس اللي حابب يجرب المكان ده يا جماعه ما يخليش موضوع السرعه يسرقه. تحياتي ليكم، كان معاكم اخوكم سامح الخالقه من قناه نعاط رحاله. تحياتي الاخ يحيى، احلى تحيه ابو يحيى. عم عبد الله توتو حبيبي، عم سامح حبيبي، عم عبد الله
حبيبي عم سامح منور الدنيا والله. اسلام لحبيبي، اسلام. السلام عليكم.